السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غيكون خصيصا على أحد الفروق العريقة في المغرب. ولكن قبل ما نبداو، إذا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة، بغيت نقولك تابونا ودير لايك وكومنتير هذا الشيء إذا كيعجبك بحال هذا المحتوى. بطبيعة الحال على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. الفريق الآن في القسم الثاني هو كما قلتي السانكيام ديفيزيو، هذه ما مقبولاش بتاتا في هذه المدينه هذه، لانه النهضه السطاتيه كتبقى هي القاطره ديال الرياضه، رغم ان كاينه نسمه السطاتيه في القسم الاول هوات ولا الاسود في القسم الممتاز للعصبه الشاويه، ولكن كتبقى النهضه السطاتيه هي القاطره ديال الرياضه. النهضه الرياضيه السطاتيه تاسس هذا النادي سنه 1940 على يد المؤسس والرئيس محمد بودرع. من بعد التاسيس ديالو غيلقى اول مشكل هو رفض ترخيص الفريق لمزاولة نشاطه الرياضي من طرف المسؤولين الفرنسيين، الشيء اللي خلى الفريق يقدم طلب الانتماء الى الجامعة العمالية التابعة للنقابة، واصبح كيحمل اسم النهضة العمالية السطاتية. وفي العام ديالو الاول استطاع يفوز بالكأس والبطولة. هاد النتائج خلوا المسؤولين الفرنسيين يوافقوا على الانضمام الفريق الى الجامعة الفرنسية سنة 1948، وبدأ الفريق المسيرة ديالو في القسم الثالث حتى لسنة 1957 السنة اللي التحق بها القسم الثاني. هذا القسم كان كيضم أقوى الأندية الوطنية اللي كانت بدورها كطمح للصعود لقسم الصفوة، وطال انتظار الفريق ليحقق الحلم ديالو الكبير. وفي سنة 1957 انتقل الفريق السطاتي إلى القسم الأول بعد مباراة حاسمة ضد الفريق نجم مراكش اللي جمعته فوق أرضية ملعب الحارثي. ومن بعد سنة بدا الفريق كيبحث على مدرب مقتدر اللي غيقود الفريق السطاتي للتنافس على الألقاب، وهنا غيعينو المدرب عبد الله السطاتي لقيادة الفريق في القسم الأول. وهذا المدرب استطاع يضم مجموعة من اللاعبين المميزين كقاسم سليماني وأحمد العلوي وعمر بودرع. هذه المجموعة كان الرهان ديالها هو ضمان رتبة آمنة في سبورة الترتيب. والفريق السطاتي ما تأخرش بزاف في حصد المجهودات ديالو، وفي سنة 1967 كان الفريق على موعد مع التاريخ ولعب أول مباراة نهائية ديالو في كأس العرش ضد فريق الفتح الرباطي، ولكن للأسف خسرها بواحد لصفر في مباراة اللي قدم من خلال الفريق عروضا طيبة، واستفاد من هذه الهزيمة وكبر طموحه في الوصول إلى نهاية أخرى مماثلة. وفي الموسم 1969-1968 غيحرز اللقب ديالو الأول اللي كان كأس العرش بعد مباراة اللي ما غتنساهاش الساكنة السطاتية أبدا أمام خصم عنيد اسمه النادي القنيطيري. ومن بعد غيتمكن كل من العلوي والسليماني من حمل قميص المنتخب المغربي في مونديال المكسيك سنة 1970. وفوز فريق السطاتي بكأس العرش غيمكنو من المشاركة في الدوري المغاربي مع الفرق الفائزة بكأس العرش في كل من الجزائر وتونس وليبيا. النهضة السطاتية في الدوري ملقاش صعوبة كبيرة بحكم الدوري منظم في المغرب، وبحكم كذلك تواجد الحارس الكبير كيباري وبلفول والقائمة طويلة اللي كان ليهم الفضل بالفوز بكأس المغرب العربي. والإنجازات الفريق موقفتش عند هذا الحد، في نفس السنة غيوصل لنهاية كأس العرش للمرة الثالثة، ولكن هاد المرة أمام منافس كبير اسمه الوداد البيضاوي، لكن للأسف المباراة خسرها بعد تنافس شديد بين الفريقين. وسنة بعد ذلك غيضم الفريق اللاعب الكبير العربي بن مبارك إلى الصفوف ديالو، وهنا كانت فرصة مواتية أمام جيل ذهبي لتحقيق الحلم الساكنة السطاتية. وفعلا استطاعوا بالفوز باللقب البطولة الوطنية، هذا اللقب اللي غيمكنو مشاركة الدوري محمد الخامس. والفضل الكبير كيرجع للوزير إدريس البصري اللي كيتعتبر أقوى رجل في عهد حسن الثاني، اللي وفر الفريق دعما كبيرا سواء ماديا أو معنويا. وتلك السنوات كانت المؤسسات العمومية والخصوصية تتهافت على تقديم الدعم المادي للفريق السطاتي، وكان أبرزها الدعم المالي اللي قدمته شركة الخطوط الجوية الملكية، كان مبلغ 600 مليون سنتيم كمنحة سنوية مع منح امتيازات عديدة لهم من سفريات داخل وخارج أرض الوطن. وما يمكنش نهضروا على النهضة السطاتية وما نهضروش على جيل التسعينات اللي تعتبر من أقوى الأجيال اللي مروا على الفريق السطاتي، أمثال فتاح بوخنجر
والركبي وخالد راغب. هذا الاخير اللي سجل هدف حاسم في تصفيات المونديال فرنسا واهل المنتخب المغربي لكاس العالم سنه 1998. وبعد وفاة الوزير إدريس البصري بدا الفريق كيتذوق الموت البطيء هو كذلك، وصبح كيتخبط في مشاكل مادية خانقة وانتهى به المطاف في الأقسام الهوات. دازوا الأباطرة ديال الكرة ديال المغرب، كانوا تيجيو لسيدي قاسم تيطلبوا التسليم، ولحد الآن باقي عندنا النوات. اتحاد الرياضي سيدي قاسم أحد الفرق اللي صنعت تاريخ الكرة المغربية. الفريق الملقب عند المغاربة بحفار القبور تأسس هذا النادي سنة 1927، وكان كيحمل اسم الاتحاد الرياضي لبوتيجون الاسم المدينة قبل الاستقلال. وبدأ الفريق المسيرة ديالو في الأقسام الشرفية، قضى فيها عدة سنوات حتى لسنة 1967، وأصبح من بعدها أحد أقوى الفرق المغربية خلال السبعينات والثمانينات. وكان الفريق كيضم أجود اللاعبين أمثل عزيز الشوح وإدريس اللوماري وعبد الرحيم كروم وغيرهم. هذا الجيل اللي كان كيقدم طبق فرجوي رائع كينال إعجاب أغلب المغاربة. ونافس الفريق القاسمي في العديد من المناسبات على لقبي البطولة وكأس العرش، وكان وصيف البطولة سنة 1970 ولعب نهائيين لكأس العرش. الأول كان خسر فيه أمام شباب المحمدية سنة 1975، والثاني اللي خسر ضد المغرب الفاسي كان ذلك سنة 1980. وسنة 1996 كانت سنة سوداء بالنسبة للنادي القاسمي بحيث غيسقط فيها القسم الثاني. هذا القسم اللي غيدوز فيه سنوات كثيرة وهو كيحاول يصعد القسم الأول، ولكن في كل مرة كيفشل من تحقيق الصعود. وللأسف اليوم هذا الفريق كيعاني في صمت في أقسام الهوات تحت خيبة أمل الساكنة سيدي قاسم ومحبي الاتحاد الرياضي القاسمي. وحنا كجماهير مغربية ومحبي الكرة القدم كنتمنوا من الله تدخلوا أحد رجالات هذه المدن ويخرجوا الفريق ديالهم من هذه الأزمات، لأن هذا الفريق لازمهم يكونوا في البطولة الوطنية وكينافسوا على الألقاب. تال هنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم، وكنبغي نشكر كاع الناس اللي مكيبخلوش عليا بالتشجيع ديالهم المستمر. وتحية رياضية للجميع والسلام.